وأولى فقراتنا لليوم معنا فقرتنا الطبية، وضيفنا لليوم هو من أهم الأطباء بسوريا وبالعالم أيضا. موضوعنا لليوم رح نحكي عن زراعة الكلية. كثير بنسمع أنه زراعة الكلية، ولكن هناك شروط كثيرة للمتبرع ولا يلي بده يزرع الكلية. شو هي الشروط وكيف بتتطابق الأنسجة؟ رح نحكي أكثر وشو هن ومين هن الأشخاص يلي بيعتبر أنه من الضروري أن يزرعوا كلية. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور بشار يارد، اختصاص زراعة كلى. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم يا رب. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر على مرض الكليه، كيف بيتطور المرض ليصبح قصور كلوي؟ نتعرف كمان على القصور الكلوي كتعريف، شو هو؟ هلا قبل ما نحكي على القصور الكلوي، انا بفضل نحكي شوي عن وظائف الكليه. تمام. الكليه من الاعضاء النبيله، احد الاعضاء النبيله ثلاثه بالجسم، اللي هن الكليه والدماغ والقلب، وهي من الاعضاء الكثير مهمه، بتشكل العضو الاساسي بجهاز الاطراح. هي اللي بتنظم طرح سوائل الجسم، هي اللي بتنظم درجة حموضة الجسم، هي بتنظم ضغط الشرياني، هي بتطرح سوائل الجسم، وإلى دور بتنظيم الكلس والفوسفور، إلى دور بفقر الدم، هي بتعطي تعليمات لنقي العظم ليولد الدم، ولذلك بنلاقي معظم مرضى القصور الكلوي معهم فقر الدم، وكثير كثير وظائف. نعم أكيد طبعا، يعني وكل جسم فيه كليتين، فأي نق أي أو أي يمكن عطل بالكلية، في أعطال هي ممكن تكون متفاوتة في الدرجات، ممكن 20%، ممكن 30%، وممكن أكثر. اليوم خلينا نحكي كيف نحن نعرف أنه هلأ صار لازم نحن نزرع كلية، صار لازم نحن نستبدل هاي الكلية لأنه وظائفها ما بقى تكون فيها يمكن بشكل الصحيح. هلا الانسان طبيعي عنده كليتين، كل كليه وزنها 150 جرام مو اكثر. هال 150 جرام بتقوم بكثير وظائف معقده. للاسف انه في بعض الناس بيصير عندهم شيء اسمه قصور كلوي مزمن. قصور كلوي مزمن هو له عده درجات، نحن بنصف فيها طبيا خمس درجات. درجة أولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة هي المرحلة اللي بيصل فيها المريض، لأنه لازم يعمل جلسات تنقية دم أو كلية صناعية. سابقا كنا نحن أيام ما كنا طلاب أول ما تخرجنا نعتبر أنه الكلية الصناعية هي المرحلة النهائية للقصور الكلوي. اليوم صفيت مرحلة انتقالية ما قبل زرع الكلية. إذا اليوم مريض قصور كلوي مزمن صار عنده فرصة أنه يساوي عملية زرع كلية وينقي المتبرع المناسب. فمشان شروط المتبرع حضرتك سألتي، مشان خلينا نحكي قديش بالنسبة بالمية بيكون في قصور أو في بيكون في كسل بتقديم الكلية لمهام هي، بس يصير المريض بالدرجة الخامسة، يعني وظيفة الكلية أقل صارت من 10%، لازم نحن نعمل بلش جلسات كلية صناعية. هون بهي المرحلة بنبلش نحضر المريض لعملية زرع كلية. بانتقاء المتبرع المناسب من حيث زمرة الدم، من حيث توافق النسيجي، من حيث انه لازم المتبرع كمان يكون جسمه سليم، لانه نحن رح نجي ناخذ منه عضو سليم لنحطه بجسم مريض ثاني بحاجة لهالكلية. فكمان نحن حريصين كثير على المتبرع مثل ما حريصين على المريض، ننقله من حالة المرض لحالة الشفاء والحالة الصحية الطبيعية، حريصين كمان على المتبرع يكون بصحة جيدة، انه لما نشيل منه هالعضو هذا لنزرعه ما يتأثر. فهي عملية بسيطة ومعقدة بنفس الوقت، يعني هو البحث عن المتبرع هي الحقيقة العقبة، ولذلك نحن بنشجع كثير احيانا انه ناخذ من الاقارب. لما ما بنلاقي من الاقارب، ساعتها المريض مضطر يدور على واحد متبرع حي بير قريب. بسوريا لسه ما بلشنا بزرع الكلية من الجساس، ناخذ من الاحياء الحية، يعني المتبرعين الأحياء. تمام دكتور، خلينا نحكي عن القصور الكلوي، بأي عمر ممكن يصيب الشخص؟ يعني في ممكن الشباب يتعرضوا للقصور الكلوي، وخلينا نحكي كمان شو هي أسباب قصور الكلى. هلا قصور كلوي مرتبط أحيانا بالعمر، مرتبط أحيانا بالحالة الصحية والبيئة تبع المريض. في عنا أمراض قصورات كلوية ناجمة عن تشوهات اللي بتجي مع الإنسان، يعني في ناس من طفولتهم بيخلقوا معهم مشاكل بالكلية وبتطور عندهم قصور كلوي بمرحلة مبكرة. في ناس مرحلة الشباب،
نحن من اهم اسباب قصور كلوي عند شبابنا هي التهاب اللوزات والقريب اللي الناس ما بتاخذ له بعين الاعتبار. هذول بيطوروا شيء اسمه التهاب قبض الكليه وممكن يتطور لقصور كلوي. في الامراض الاستقلابيه مثل السكري، ارتفاع بحمض البول، في عنا امراض مناعيه كمان بتنعكس على الكليه مثل الذئب الحماميه وما الى ذلك من مشاكل. اذا كثير يعني مظله واسعه جدا للامراض اللي ممكن تنعكس على الكليه وتؤدي لقصور كلوي. طيب مريض اللي بيعاني من القصور الكلوي شو بيعاني؟ يعني شو بيحس لحتى يمكن يروح الى الطبيب؟ شو هي يمكن اهم الاعراض يلي بيشعر فيها يلي بتحدث بجسمه؟ هلا مثل ما قلنا الكليه هي جهاز اطراح. اذا هي اي مشكله بصير فيها معناته صار في عندي تراكم بنواتج الاستقلاب اللي بالجسم بتصير لازم تنطرح وبالسموم. فهي بتنعكس على كل اجهزه الجسم. ولذلك هلا في للاسف انه في ناس ما بيحسوا لانه الكليه عضو غير مؤلم الا اذا فيها بحصه او جرح. ففي ناس ما بيحسوا انه طوروا قصور كلوي، بيجونا بمراحل متقدمه. بس بشكل عام بتلاقي في تعب. هي النقطة اللي بدنا نحكي فيها انه قبل شو لازم يعني كلنا شو لازم نحن نشيك على حالنا او شو هي الاعراض يلي انه بنقول لا معنا قصور كلوي لازم نلحق حالنا ونروح على الطبيب؟ مثل ما قلت في فئه ما بتحس، في فئه بدها تنتبه، التعب، الوهن، الميل للنوم، حس تنميل، في اعراض جلديه، الحكه الجلديه المعنده اللي المريض، تغير بلون الجلد، بيوقف على المرايه بيلاقي وشه شاحب، مثل ما قلنا نحن انه الكليه مسؤوله على توليد كريات الحمض، ممكن في اصبغه بالجسم تتراكم فبيغير لون الجلد اللي بنسميها السحنة الترابيه، بتلاقي المريض مايل للون الترابي وخاصه عند الفئه اللي لون بشرتها بيضاء بتلاقي عليها تبدلات اكثر. كل هاي العناصر لازم تلفت نظر المريض واهله انه في مشكلة طبيعية. الشيء الثاني المهم انه مريض مثلا بيعاني من ارتفاع توتر شرياني، لازم هذا باستمرار يشوف طبيب كلية. الكلية تنظم الضغط والقلب يعاني من الضغط. احنا ما بنعرف هي، كل مرضى ارتفاع توتر شرياني بتوجهوا مباشرة الى طبيب القلبية. لازم يكون في مشاركة بالرأي. القريب كثير مهم واحد ينتبه له انه تمام ممكن يأثر على الكلى. دكتور خلينا نحكي عن غسيل الكلاوي اللي بيلجأ إليه كثير من الأشخاص، كثير من المرضى، خلينا نحكي قديش بيفيد بمرض القصور الكلوي وشو هو تأثيره السلبي كمان؟ هلا مثل ما قلنا متى ما نزلت وظائف الكلية دون 10% صار جسم غير أو الكلية غير قادرة على طرح السموم المتراكمة، فلازم نساعدها نحن بشيء بنسميه الكلية الصناعية. تمام. بالعامة بسموه غسيل كلية، هو بعيد شوي عن الواقع العلمي، هو الكلية الصناعية أو تنقية الدم مثل ما بنقول، الغاية منها طرح الزائد من السموم ونواتج الاستقلاب والسوائل لأنه الكلية صفت غير قادرة على القيام بوظيفتها. بهالمرحلة الكلية الصناعية كثير 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 ضرورية لأنه هي اللي بدها تحافظ على حياة المريض. للأسف إنه في كثير مرضى بتمانع إنه تعمل جلسات تنقية الدم. الآن إحنا المريض اللي بيتابع حاله بيراقب حاله باستمرار ممكن بس يصل لمرحلة معينة ما قبل مرحلة التنقية، ممكن هون نبلش نحضره لزرع كلية، ساعتها بالحالة ممكن يتجاوز، أما إذا تأخر فلا بد من جلسات تنقية الدم أو كلية صناعية. كل أمتى دكتور لازم تكون الجلسة؟ نزرع كلية. فسألتيني إنه شو مضارة للكلية الصناعية؟ خلينا نحكي عن تأثيرها، فوائدها أكثر بكثير، بس مشكلة الكلية الصناعية انه بتقوم بالوظيفه الاطراحيه، بينما الوظيفه الغديه للكليه من تنظيم فقر الدم، تنظيم شاره الكلس، تنظيم شاره الفوسفور غير قادره عليها، ولذلك هون لابد من عمليه زرع كلي. نعم دكتور، كثير من الاشخاص بنسمع انه عندهم كليه معطله وعايشين سنوات على كليه واحده، خلينا نحكي مين هدول الاشخاص وايمتى هي الحاله الاستثنائيه هي بتقدر تنقذ لهم حياتهم انه يعيشوا بكليه واحده؟ خلينا نحكي عن هي الحاله بشكل عام. هلا في نسبه 10-15% من الناس بيكون في عندها تشوهات ولاديه. في ناس بتكون الكليتين بجهه واحده، في ناس بتكون كليه بالمحل الطبيعي كليه بالحوض، في ناس بكليه وحيده. ومن هالمنطلق نحن موضوع زرع الكليه، زرع الكليه انت عم تاخذي من انسان كليه وتحطيها بمريض، اذا الانسان الطبيعي قادر يعيش بكليه وحيده. تمام. فبيعيش بكليه وحيده وبشكل طبيعي، بس بده دائما يراقب انه موضوع ارتفاع الضغط الشرياني عنده،
لانه ممكن بكليه واحده يكون عنده استعداد ليصير عنده ارتفاع توتر شرياني اكثر من الانسان اللي عايش بكليه. بس اكيد حياته ونمط حياته ان كانت الغذائيه وان كانت من شرب الماء وان كانت يمكن حياته بشكل عام هي ما أنا مثل حياة الإنسان يلي حامل كليتين، صحيح؟ معك حق، بس في ناس عندك ما بيكونوا عارفين إنه هن بكلية وحيدة ويكتشفوا صدفة إنه هن بكلية وحيدة. يعني أنا جاني كذا مريض يتبرع بكلية لحدا من قرايبينه، واحد لأمه بيطلع بيعمل صور بيطلع بكلية وحيدة. تمام. أما مين اللي بيعرف؟ بيعرف اللي كان عنده مرض بالكلية وساوى استئصال جراحي لإله، أو لسبب من الأسباب راجع أطباء مشان مرض معين اكتشف أنه عنده كلية وحيدة. المفروض فعلا هو هذا الإنسان يعيش بحياة منظمة بنظام غذائي كويس، ما في فوضى بحياته. نحن في شوية فوضى بحياتنا، وقت الفطور وقت الغداء وقت العشاء ونوع الأكل. فهون نحن بننصح دائما بالابتعاد عن البروتين النباتي، البقوليات اليابسة، الفول اليابس، حمص اليابسة. انتبه لكمية السوائل الواردة، عدم الإفراط بالوارد من السوائل وعدم الشح الوارد من السوائل، يعني زائد أخو ناقص. يعني الإنسان هون لازم يشرب بشكل معتدل ويحافظ على كليته. أهم شيء عنصر نحن عندنا المسكنات، كمان بده يبتعد قد ما بيقدر عن المسكنات. يعني حتى السيتامول اللي نحن بنعتبره من اسلم المسكنات اذا زاد عن حده بيضر. فالمسكنات كثير كثير. فاذا الادويه كلها اصلا بتضر، هي الادويه الزائده. الادويه الزائده، اذا مريض عنده درجه من القصور الكلوي لازم اي مريض بيراجع طبيب بيكتب له رشيتها. نحن بنقول للمريض مين ما بدك روح شو ما بده يكتب دواء، بس خبرنا لنعدل الجرعات تبع الدواء بناء على درجة القصور الكلوي تبعه. في أدوية طبعا منعًا باتة، في أدوية مسموحة. يعني هون بقى المعادلة اللي بدها تصير تنسيق مع باقي الاختصاصات. دكتور خلينا نحكي عن زراعة الكلية، مين هن الأشخاص المسموح يعملوا زراعة كلية؟ وفي أشخاص أكيد أنت ما بتسمح أنه يعملوا زراعة كلية، مين هن؟ خلينا نتعرف عليهم. هلا بالنسبة لزرع الكلية وبأي عمر دكتور كمان؟ بالنسبة لزرع الكلية لا عمر للمريض. تمام. يعني نحن زارعين لناس عمرهم فوق 70 سنة. العمر المحدد هو للمتبرع، انه بالقانون السوري لل 55 سنه او 60 سنه. نحن بنقول كل ما كان المتبرع اصغر بتكون نتائج الزرع احسن. كل الناس المتسابقه ايضا طبعا نحن عم نحكي شرط العمر. هلا بعدين كل الناس ممكن تتلقى كليه للزرع وتطلع من هاجس الكليه الصناعيه ومشاكلها، وهالمرتين او ثلاث مرات بالجمعه اربع خمس ساعات. هدول يعني في مرض وحيد ممكن واحد مضاد استطباب زرع كليه نحن بنسميه اوكزالوز، ومن حسن الحظ انه هذا المرض نادر. هلا نحن متى ما حطينا استطباب انه هذا المريض بيقدر يتلقى كليه، ساعتها بتبلش هون الدراسه، زمره الدم والتوافق النسيجي، عدم وجود اضداد. وفي ناس زارعين مرتين وثلاثة، يعني ممكن واحد يزرع أكثر من مرة. أكيد دكتور. طيب نسبة نجاح العملية قد ايه بتكون؟ من حسن الحظ إنه اليوم مع تطور الأدوية وتطور خبرات شبابنا وجراحينا المرتبين صار نسبة النجاح بالسنة الأولى فوق 95%. تمام. على الخمس سنين عم تبقى الكلية بال 80-85%. يعني أنا ما بخفي عليك إذا بقول لك عندي مرضى من سنة 90 اليوم بوظيفة كلية طبيعية مجرى لهم عملية زرع كلية. إذا المريض بدير باله بتعيش الكلية. فأنا بشبه زرع الكلية بترس لطاولة من ثلاث أرجل، هي المريض والمرض والطبيب. بمعنى المريض وعيه، درجة وعيه، درجة إدراكه، متابعته لحالته. في أمراض للأسف مهما اعتنيت فيها قابلة للنكس، هون ما له ذنب فيها المريض ولا الطبيب. خبرة الطبيب المعالج بتلعب دور، متابعة المريض، متابعة الأدوية الحديثة، جرعات الأدوية مشان ما نوصل لجرعات سمية، كلها هي بتعطي إيجابيات للزرع. طب دكتور خلينا نطلع على موضوع، هل تعطيل كلية وحدة ممكن تأثر على الكلية الثانية؟ هي الحالة بنشوفها لما بصير في كولنجات، فأنا بقول لهم زعلت على جارتها. فممكن أحيانا المريض بصير عنده كولنج أو بحصة كبيرة سادة بصير بلجأ لأدوية ومسكنات. هون بتلاقي صار عنده قصور كلوي حاد مع انه الكليه الثانيه ما كان فيه شيء. تمام. اذا انحرضوا على بعضهم. هون كثير مهمه موضوع المعالجه الحاله هي لترجع الكليه تخلع من اول وجديد. والكليه متى ما حردت مرضاتها صعبه شكله. يعني اي حرد اي تطور لقصور كلوي حاد نحن بنشيل من عنا 3-4 اسابيع لنبلش نرجع
ممكن خلالها حتى مريض القصور الكلوي الحاد يحتاج لجلسات كلية صناعية. أكيد دكتور، مثل ما حكيت ممكن تزرع للشخص الكلية أكثر من مرة، يعني يضطر ترجع لهذه الزراعة. خلينا نحكي شو الأسباب وشو التأثير السلبي لزراعة الكلى برأيك؟ لزراعة الكلية شو هي تأثيراتها السلبية على الشخص؟ هلا في ناس مثل ما قلت لك اللي درجة هالترس الطاولة اللي حكينا عنه، إنه وعي المريض، في ناس بس تزرع كلية بتنسى شو معاناتها، وبتنسى إنه هاي الكلية أمانة برغبتها، هي نشالت من إنسان طبيعي لتنحط عنده لتنقذ حياته. فبيرجع للاستهتار والشرب والسهر والتدخين والأكل البلا طعمة والطعمة. في شيء خارج عن إرادة المريض اللي هو نمط المرض، في أمراض قابلة للنكس، هون لا حول ولا قوة إلا. هلا نتائج الأدوية المثبطة للمناعة، نحن إذا بدنا نحكي، هي اللي ممكن واحد يدير باله إنه هاي ممكن تؤدي، يصير عنده استعداد أكثر ليصير قريب، بعد فترات معينة يمكن يطور نوع من الأورام، يعني بسبب هالأدوية هاي. أما عدا ما عدا فالمريض زارع كلية بيعيش حياة طبيعية، وأكيد أنت بتلاقي بحياتك مع كتير أشخاص زارعين كلية وأنت ما بتعرفي إنه زارعين كلية، لأنه بعد فترة من الزرع ما بيبين عليه أبداً إنه هو بياخد أدوية، لأنه بتكون جرعات الأدوية صارت منخفضة وبسيطة يعني. دكتور، خلينا نحكي كمان بنقطة، هل بعد زراعة الكلية نحن أكيد نمط حياتنا كتير رح يتغير، رح يصير يمكن أكثر شرب ماء، أكثر تركيز مثل ما قلنا على الأطعمة وعلى الشرب وعلى السهر نخففهم، ولكن خلينا نحكي بنقطة، هل رح يكون مدى حياته عم ياخد أدوية؟ في أدوية خاصة لزرع الكلية رح ياخذها مدى الحياة؟ المناعة نحن مشان ما نقول بدل مدى حياته بنقول مدى حياة الكلية. أوكي. يعني الكلية ممكن تعيش 10 15 سنة 20 سنة، ممكن حياته تكون أكثر بكثير. فطول ما الكلية موجودة بجسمه وعم تقوم بوظيفة جيدة لازم ياخذ هي مثبطات المناعة. بس مثل ما قلت لك إنه بتكون جرعاتها بتصير متدنية قليلة. بالنسبة لناحية شرب السوائل، كثير خطأ شائع إنه شراب، كمان الكلية عضو بده يرتاح. يعني عملية الشرب وتناول السوائل متعب للكلية، فنحن بنقول له المريض لازم ما تعطش، بس في حس بالعطش لازم نشرب سوائل. وعم تلاحظي اني عم بستعمل تعبير سوائل، لانه مو بس المي، يعني هي المي، زهورات الشاي، يعني اي نوع سوائل هي مفيد، مو بس المي حصرا. يعني لانه هي النقطه كثير مهمه، يمكن بيقولوا لا المي البيور، يعني المي لحالها لازم تنشرب، هو لا دكتور حضرتك عم تقول سوائل الشوربه خاصه هلا بالشتاء، الشوربه مقبوله، السيفن اب دايت خاصه، يعني فيه بيكربونات صوديوم بدوب شوي بالاملاح اللي مترسبه بالكليه، شاي الزهورات رقم واحد لازم لمشروب كمشروب للمحافظه على الكليه. المفارقة انه الكلية عصير الفواكه ما كتير بتحب، شو هذا اطيب شغلة، عصير الفواكه بيكون كثيف ومركز وفيه شوارد كثير، ف ما بتتقبله الكلية. ايه بس هلا بالنسبة لمريض على الكلية الصناعية تنقية الدم، عصير الفواكه مضاد استطباب قطعي، تمام، يمنع من حتى الخضار الطازجة، ايه يعني اكل التبولة بتجيبه اسعاف عن المستشفى. ايوه، فهي بموضوع الحميات الغذائية هي لها دور كبير كمان. أكيد دكتور، خلينا نحكي طيب كيف ممكن الإنسان يصير عنده وقاية من القصور الكلوي حتى ما يلجأ للعلاجات وما يلجأ لزراعة الكلية، كيف الواحد ممكن يحمي حاله ويحمي كليته برأيك؟ لأن احنا عم نحكي مو الإنسان الطبيعي، الإنسان معه مشكلة كلوية، الإنسان معه مشكلة كلوية بده دائما يكون عنده مراجعات طبية دورية، تحاليل مخبرية دورية، ينتبه على أدويته. الكلية من أعداء الكلية هو عدم انتظام الضغط الشرياني، لازم مريض الضغط دائما ينتبه على ضبط ضغطه، هي كثير مهمة. القريب شغلة مهمة جدا، الإصابات الهضمية وعلى رأس الإسهال والإخياء هي كثير بدنا نتحاشاها، هذا الثلاثي القريب والإسهالات وارتفاع ضبط الضغط الشرياني كثير مهمة للمحافظة على درجة من درجة قصور كلوي اللي عنده اياها المريض، بالاضافه للانتباه لموضوع الادويه. هلا المريض بيروح ممكن يحتاج يروح لعند اكثر من طبيب، كل طبيب يكتب وصفه، بس عليه انه يرجع يسال طبيبه المعتمد انه هذا الدواء مسمح لي اخذه ولا مو مسمح لي. يعني هي ما انا مشكله كبيره، اليوم اكثر مشاكل على التليفون عم تنحل، يعني ما بتكلفه لا معاينه ولا مراجعه عياده.
فهي كثير يعني علم امراض الكليه يعتمد على المحافظه على الدرجه اللي وصلنا لها، لانه الكليه مثل ما قلنا عضو نبيل، الجزء اللي بينصاب فيها ما بيتجدد، ولذلك هي الاختصاص يعتمد على المحافظه على المتبقي. كل ما قدرنا نحافظ على المتبقي بيكون احسن. يعني في ناس بيكون مثلا نحن بنعتمد فرضا وظيفه الكليه على تحليل اسمه كرياتينين، في ناس كرياتينينها مثلا 2 طبيعي اقل من 1، فيها 2 أو 3 صار لها 10 سنين محافظه على الرقم، في ناس خلال 2 3 الاثنين بيصيروا 7 وبعدين 9 وبصير على الكليه الصناعيه. اذا يعني قومي يا عبدي لقوم معك. نعم دكتور، في موضوع كثير مهم دائما نحن بنطرحه، لانه صار شغلنا الشاغل هلا السوشيال ميديا، وصار يمكن كثير ينزل من الوصفات التجاريه والوصفات الاعشاب، مين ما كان صار ينزل انه نظفوا كليتكم بهي الوصفه بهي الاعشاب. اليوم خلينا نحكي عن هي النقطه، قد هي ضاره للكليه، قديش نحن يمكن استخداماتنا الخطا ممكن هي تضر الكليه تبعيتنا، ويمكن الخلطات العشبيه هل هي صحيحه ام خطا دون اللجوء الى الطبيب؟ عم نحكي عن على قيل عن قال، وخاصه على السوشيال ميديا. إيه، لانه انت عم تجيبي مواد تعطيها بشكل مركز. هلا انا طالعه موضه عصير البقدونس لمريض الكليه 100%، هي عصير البقدونس بتنقي الكليه. البقدونس من اكثر الاغذيه او الاطعمه الضاره للكليه، من اكثر غني جدا بالبوتاسيوم، بياثر على العضله القلبيه، ممكن يعمل توقف قلب. قلت لك قبل شوي انه اكل التبوله ممكن تجيب بندوره وبقدونس خالصين. تمام. في شيء المهم، هل الشباب اللي بيلعبوا كمال اجسام ورياضه وبودي بيلدينج هدول كمان بيعدوا بروتينات عن طريق كمان هدول لهم اضرارهم، وشفنا كثير حالات قصور كلوي حاد ناجم عن هالمواد هي. انا برايي الانسان يرجع للعلم والمعرفه وما يتاخذ بالدعايات. وبيقولوا دكتور الروائح كمان بتاثر على الكليه، ممكن المبيدات الحشريه، ممكن ادوات التنظيف بالمنزل كمان هي ممكن تأثر هاي الروائح الشديدة على الكلية. وبالختام أكيد دكتور بدنا نصائح أخيرة. شكرا لك. علق على موضوع المنظفة. هلا هي مثل ما قلت لك الكلية بدها تنعكس انعكاس لكل الجسم، فأنت لما بتاخذي منظفات أو روائح سوائل طيارة وبتشمي بصير عندك أذية تنفسية، بتنعكس على الجهاز الدوراني، بدها تنعكس حتما على الكلية بالأخير. دير بالنا دير بالنا دير بالنا. وانا هلا بوجه لو هيك كلمه اخيره معلش، انه نحكي على موضوع الكورونا. نحن بالكورونا كثير موضوع الكليه حساس، المرضى الكليه اللي صار عندهم كورونا كثير عذبونا، الحمد لله معظمهم تعافى، بس ننتبه على موضوع السوائل، ننتبه على الالتزام بالادويه، ما نستهتر. هاي الكورونا مرض ما له مزحه، للاسف خسرنا كثير ناس، وناس بنرفع الراس فيهم خسرناهم بسبب غلطات صغيره وبسيطه وكان ممكن واحد يتلافها. اكيد دكتور. دكتور خلينا قبل ما نختم مع حضرتك نحكي عن الصمغ العربي. خلينا نحكي شو هو، وبيقولوا انه هو كثير غالي، وبصيروا انه بس بدهم يجيبوه بامل الشفاء او انه يتعافوا. هلا الصمغ العربي هو طالع الموضه من السودان، طلعت اول شيء، ومن حسن الحظ انه اول ما طلعت هاي الموضه ببدايه التسعينات كان في عندنا نحن اطباء اجوا من السودان يتخصصوا عندنا، فقدرنا نحصل على كميه من الصمغ العربي وطبقناه على مرضانا. للاسف ما بيضر بس ما بفيد، بس هو في عندنا نحن بالقصورات تعرفي نوعين، قصور كلوي حاد، قصور كلوي مزمن. القصور كلوي حاد قابل للشفاء بالصمغ وبلا صمغ، فلما بيطيب المريض بيعزو شفائه للصمغ العربي. أنا الحقيقة ما بستخدمه ولا بنصح فيه ولا مثبت علميا ولا شيء. أكيد دكتور بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك، شكرا لنصائحك القيمة. الله يخليكم، شكرا لكم. بتمنى أنه نقدم شوي هيك ولو لمحة صغيرة أو إضاءة صغيرة للناس اللي هي عم تعاني من هالمشاكل. بنرجع بنقول انتبهوا على موضوع التهاب اللوزات عند الأطفال، انتبهوا على موضوع القريب، لا تستهينوا بشيء. كل طفل عنده ترفع حروري وما معروف سببه ما يروح لعند طبيب يقول له التهاب الدن وسطى، يعمل فحص بول. كثير 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 هي شغله مهمه.
نعم. وايضا يمكن اهم شيء انه نحن ما نتصرف شيء من راسنا، لازم دائما نستشير الاطباء. واسمح لي وجه تحيه لاطباء سوريا ان كان هن البارعين بزراعه الكليه، صح، يستحقون يعني وسيطهم عالميا بكل التطورات برغم الظروف، برغم الحرب، برغم الحصار، برغم كل شيء، ولكن اطبائنا السوريين هن دائما بالمراتب الاولى. يعني اليوم في عندنا تقريبا متوسط بين 200 ل 250 عمليه زرع كليه سنويا في سوريا، معظمهم بدمشق. يعني هاي المعلومة نتمنى انه تنطلق القصة لموضوع المحافظات الاخرى وتحقيق الحلم اللي انا بحلمه من زمان، يصير عندنا مركز وطني كبير لزرع الاعضاء ان شاء الله، يكون في الكلية والكبد على رأسه، وبعدين نحكي بالشغلات الثانية ان شاء الله يا رب. دكتور نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لوقتك ولحضورك. اهلا وسهلا فيك الدكتور بشار جارد، اختصاص زراعه كليه. كل التوفيق لك دكتور. شكرا.